كثير حسب طريقة الأعصاب حسب النوم حسب تركيبة الماء. مش كده يا جماعة، أنا كنت ليش قصبت شركة قبل الثورة 11 سنة، كان كل ما فينا تم المخدرات انطبت فيها الدنيا. ليش؟ لأن الدولة فاضية. نظرا للظروف اللي مرينا فيها احنا بهاي المنطقه وانتشار المخدرات بشكل كبير وتعاطي المخدرات وادمانها، هذا الشيء خلانا انه نحن نطلب من الدكتور محمد الزبي احنا كمركز للدعم النفسي انه يجي لهون لحتى يعمل محاضره على الاخطار الادمان والجسديه او النفسيه والخطر الانجرار اليها. اهم وسيله لانتشاره هو شو؟ المخدرات. هو المتعاطين اللي بده يعمل تروار الله شو بيسووا؟ ليش هيك؟ لا نغسل ولا شيء، السلام ما في حاجة منه. بدوتات وبدو آيفون. المخدرات هو الخطر الذي يهدد مجتمعنا، لابد من تضافر كافة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة من أجل إنقاذ الشباب والنساء والأطفال من خطورتها على كافة الأصعدة الجسدية والأسرية والمجتمعية والاقتصادية والأمنية. ما في انجاب بعد الاتصال صار في حمل.